دكتور مصطفى شاهين، السؤال اللي كنت سايبه لحضرتك هو أيهما أكثر فداحة، فاتورة الاستبداد أم فاتورة الثورة اقتصاديا؟ اقتصاديا أنا قعدت أفكر في الرد على سؤالك، لأن سؤال حضرتك صعب، خاصة إن إحنا ما عندناش أرقام، بس أنا هاخد لك بعض المؤشرات. ليه ما عندناش أرقام؟ ما هي ده بقى أنا مشكلتي، ليه ما عندناش؟ الاقتصاديين كسالة شوية؟ لا مش كسالة شوية، هو إحنا ما عندناش عمل متعمق أصلا إن إحنا نقعد لدراسة الحالة المصرية، ومحتاجة جهود. الحقيقة إحنا عملنا مجهود بعد ثورة يناير، يمكن بعد 2013 ساهمنا إن إحنا عملنا كتيب اقتصادي أنا ومجموعة من الاقتصاديين الحقيقة، وأنا أعتقد إن أنا كتبت يومها مقال عن السياحة يعني مجموعة الحقيقة. فين الكتاب ده دكتور مصطفى؟ موجود أحد الزملاء، ممكن أخليه يبعت لحضرتك المجموعة. يا ريت أرجوك. أنا خليه، لكن أنا بحساب بسيط جدا يا أستاذ محمد، لما تيجي تراقم الناتج بتاع مصر اللي احنا بنسميه الناتج المحلي الإجمالي، لو قارنت بعد ثورة يناير، في ثورة يناير كان الناتج قرابة 185 مليار دولار، لو قارنت السنوات اللي بعد ثورة يناير تقريبا هتلاقي الناتج لم ينخفض كثيرا على الإطلاق، وهذا ابدا اللي السيسي قاعد يطلع، قال ان احنا خسرنا قرابه 450 مليار دولار نتيجه ثوره يناير. انا بقولها لك لا، وبالارقام بالانتاج المصري، انا مش بجيب حاجه من عندي، بالارقام الحكوميه، لما تيجي تجمع الانتاج المصري بعد 2011 2012 2013 هتفاجئ ان حجم الناتج بتاعنا لم ينخفض بالانخفاض اللي هو ربما 2011 هي السنة الوحيدة اللي انخفض فيها، لكن ما بعد ذلك ارتفع، بل في عهد الرئيس مرسي حجم الناتج المحلي زاد، بل ولأول مرة، ودي كانت بشهادة من وزارة التخطيط المصرية ان معدل النمو ارتفع ايجابي جدا، وحققنا لأول مرة فائض في الميزان التجاري مش الميزان المدفوعات، ولأول مرة زادت عندك التحولات، ولأول مرة زاد عندك فائض التوريد من القمح في مصر في عهد الوزير باسم عودة وزير التموين، فده كله حصل عندك تحسينات كبيرة جدا. هذا كذب وافتراء على ثورة يناير أن هي اللي وضعتنا في هذا الوضع. طيب فكرت أنت في الإجابة للسؤال أيهما أكثر فداحة، فاتورة الاستبداد عشان طبعاً وقت عدى؟ طبعا الاستبداد بدون أي شكل، لأن ما فيش زي ما الدكتور عمرو تفضل قال لك أنا ما عنديش أي قوة شعبية تراقب أي أداء حكومي. طب ما كوريا الشمالية يا دكتور، كوريا نعم. دكتور أنا كنت قاعد أقرأ من يومين، الوقت عدى بس الكلام حلو والسهرة حلوة والوقت عدى. دكتور أنا قريت مقال أول من 4 أيام في نيويورك تايمز تقريبا، عن تخيل أنه رغم الحصار اللي حدث على روسيا إلا أن روسيا مستوى اقتصادها نما بشكل كبير جدا أكتر من بعض الدول الأوروبية. أنا ممكن دلوقتي لو خدت فرصة بس أجيب اللابتوب وأقول لك اسم المقال وتاريخه. أنا قريت المقال ده، قريته. طيب. وأشاده بالتجربة الروسية، إن شركة زي ماكدونالدز وكي إف سي بالظبط الدول اتسحبت. أيوة. والروس دخل مكانهم وعمل إنتاج نفسي المنافس لهم. بالظبط. أنا بقول لك نفس المثال هو عندك في مصر. أنا قلت لك قبل كده إن السفير السوفيتي في مصر لما قابل السفير المصري في موسكو قال له ان الرئيس عبد الناصر انا قابلته وكان طالب مني، كان مهموم جدا وطلب مني انه يستورد مننا قمح من الستينات. طب انت خدت العبره بقى عندك في مصر، عشان اقول لك الفساد عامل ايه في مصر. ما عنديش اي رقابه على اي قرار. هل انت عمرك فكرت مره ان انا احط خطه استراتيجيه للاكتفاء في مصر من القمح مثلا، بدل ما انا بستورد كل سنه 12 مليون طن؟ دكتور مصطفى المقال قدامي دلوقتي اهو، اسمه كيف فازت روسيا بحرب العقوبات مع الغرب، بتاريخ 17 يناير 24. المقال كتبه واحد اسمه ديفيد اتش رونديل، هو رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ومؤلف كتاب الرؤية أو ميراج. الراجل ده بيقول أو بالنص كده إن روسيا، أن الاقتصاد الروسي رغم كل ده إنما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع بنسبة 5.5% مثيرة للإعجاب. وقال ده في الربع الثالث من 23، وقال لم يتم بعد الوصول أرقام النهائية في 24 أو في نهاية 23 بالكامل، وقال إنه رغم فرض العقوبات في عام 23 إن الاقتصاد الأمريكي نما
الأمريكي نما ب 2.4%، بينما تقلص الاقتصاد الألماني ونما الاتحاد الأوروبي كأقل بأزيد من 1%. بدلا من الانسحاب من روسيا، زادت روسيا حجم قواتها إلى 190 ألف جندي في فبراير 22، بقوا 600 ألف جندي. وقال إنه رغم كل ده اللي البنك الدولي أو جمارة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار 300 مليار دولار لروسيا من احتياط البنك الروسي، يعني حوالي نصف احتياطات روسيا من العملات الأجنبية. وقال إن روسيا رغم كل ده نجت، بل إن اقتصادها نما اعتمادا طبعا على الذهب والحبوب. هو قال كده ماشي، المقال بتاريخ 17 يناير. ورغم كده روسيا لا تنكر أنها دولة استبدادية ديكتاتورية. أيهما أفدح؟ ما هو بص يا أستاذ محمد، أيهما أفدح؟ أنا بالنسبة لا، بس هو معلش أصلي الروس لهم ميزان خاص شوية. ما هو دولة إيه؟ مش بنتعامل مع دولة ما فيهاش انتخابات حرة نزيهة، ما فيهاش صحافة حرة. يا سيدي ماشي، بس عنده مقومات إنتاج جوه بلده. ما أنت نفس الكلام تقوله على الصين الآن، أو الصين، والصين مثلا. لكن الصين عنده جوه البلد بتاعته الآن عامل نهضة جبارة، ما فيش بيت في العالم إلا ما فيه إنتاج صيني. أنا كمواطن صيني الآن، أنا كمواطن صيني صحيح ممنوع علي أن أنا أركب مواصلات بعد الساعة 12 بالليل، علي قيود في حركتي، بس أنا الآن بأكل كويس، بشرب كويس، بلدي بقى. يا دكتور أنت عايش في أمريكا، الاقتصاد الروسي نما أكتر منك. أيوة طبعا هينمو أكتر من الاقتصاد الأمريكي، أنا في وضع صعب جدا الآن جوه أمريكا. طيب، وأمريكا دولة حرة بينما روسيا دولة ليست حرة. ماشي، بس انت دلوقتي حطيت الروس تحت حرب وضغطت عليه كويس يتصرف كاقتصاد حرب. جه قال لك ماكدونالدز انت قفلته لي، انا هجيب انتاج مصري. جه قال لي انت وقفت لي شركه الزارة بتاع الملابس الحريمي، انا هجيب شركه تنتج بداله انتاج مصري. انت وقفت لي خدمه المدفوعات الالكترونيه، انا هعمل نظام مدفوعات الكترونيه عندي جوه البلد. قفلت لي شركة أوبر عندي بتاع المواصلات، هعمل أوبر روسية، هعمل أوبر مصرية. هو الراجل بيقول حاجة تانية غير كده يا دكتور. هو الراجل بيقول كان مفترض أن يتحول الروبل الروسي إلى أنقاض بعد ما تصادر منه 300 مليار دولار تقريبا يعني، وبعد هذا الحصار. ولكن ما حدث في روسيا أنه ربط الروبل أو ربط الاقتصاد بالذهب وليس بالدولار، ده اللي بيقوله ديفيد إتش. لا هو هي مش قضية الذهب أو الدولار، هي قضية الإنتاج. طيب، وقال أنا عنده قمح وعنده ذهب. عنده قمح، عنده زيوت، عنده، خلي بالك أنت بتتكلم على دولة كانت قوة عظمى، عنده صناعات عسكرية. ما تنساش أن الروس لهم إيد في كل حتة، ما تنساش الروس عنده إيرادات من دول كثيرة جدا حتى في المنطقة بتاعتنا احنا. الروس ماهيش قوة سهلة يا أستاذ محمد، سواء صادرات عسكرية. طب ما أنا بقارنها يا دكتور مصطفى أنا بقارنها بأمريكا، ما هي أمريكا دولة مش سهلة برضو. ماشي يا سيدي، بس أمريكا الآن ضغطت مع الاتحاد الأوروبي على الأوكران، ودخلوا الأوكران في حرب ضد الروس عشان يقدر يجرجر الروس لحرب ويطول الحرب عشان يستطيع أنه يستنفذ الاقتصاد الروسي. الروس طلعوا مبدعين جداً وناجحوا في المعركة دي. ده هيخلي أمريكا تبدأ تفكر 100 مرة هو إيه اللي احنا بنعمله في العالم الآن، سواء عندك في غزة أو سواء عندك في قلب أوكرانيا وروسيا. ورعب أوروبا كلها جاي منين يا أستاذ محمد؟ جاي من الروس. أنا ماليش علاقة برعب أوروبا، أنا لي علاقة بإني أنا ضربت لك مثل دلوقتي وبمقال في نيويورك تايمز بتاريخ 17 يناير أن روسيا الدولة التي ليست حرة وليست ديمقراطية مقارنة بأمريكا هي أفضل من أمريكا. إذن أحيانا يصبح الاستبداد. أنا مش هقول أفضل، مش هقول أن الروس أفضل من أمريكا، بس هقول الروس نجحت في السيطرة على اقتصادها وموردها إثناء الحرب. حديك مثال بسيط، احنا في مصر. طيب مش مهم. إذن فاتورة الاستبداد أحيانا تكون أقل كلفة من فاتورة الثورة. ما هو انت انا هديك مثال بس، وانا وانت عشناها يعني، ويمكن انا يمكن عشت شوية منها. ايام حرب 73 و67 المصريين بصفة عامة كان مستواهم الان افضل ولا ايام الحرب؟ يعني ما كانش عندي ازمة في الدولار في ايام الحرب، ما كنتش انا محتاج ان انا استورد كل البضاعة اللي انا بستوردها الان.
بس ده طبيعي جدا لأنك أنت في فترة الحرب أغلقت كل الأبواب الاستيراد وبقيت تركز كل حاجاتك على الحاجات الأساسية فقط. مجرد ما أنت بدأت تعمل الانفتاح الاقتصادي بعد قرارات 74 بدأت تنفتح، بدأت تفتح البلد على الاستهلاك، زاد الاستهلاك في الاقتصاد، بدأت أنت بقى دلوقتي عندك في المولات في مصر. ما أنت بتقوليش العكس يا دكتور،